لوح الرابع ايضا يكاد يكون قائدا سياسيا وطنيا ديمقراطيا تقدميا لا اعداء له. له خصوم، وطبيعي ان يكون الفاعل السياسي يحظى بخصوم عندما يكون له اختيار، عندما تكون له افكار، عندما تكون له مرجعية فكرية سياسية لا بد ان يختلف مع اخرين. هذا اللقاء، وانا مسرور جدا كوني نتلقى بالشباب باش نساهموا ان شاء الله في اننا ندوزو لكم مشعل كيف اللي احنا مشنا خدينا مشعل الاساتذه ديالنا. اللقاء اللي نظموا الفرح ديال حسان هو لقاء سكويني، وهذه المناسبة كان عندنا اتصال ولقاء مع مجموعة ديال الشباب والشابات والكهول كذلك، وتطرقنا لعدة مواضيع تتهم الحياة ديال بلادنا بطبيعة الحال على رأس هذه القضايا قضية الوحدة الترابية. تنعتقد بأنه من الضروري أن الأجيال الصاعدة والأجيال اللي غتجي في المستقبل أنها تكون عندها واحد المعرفة وواحد الإلمام بقضية الوحدة الترابية ديالنا، سواء من الناحية التاريخية أو من الناحية القانونية أو من الناحية السياسية والدبلوماسية والجيوسياسية. وكانت هذه مناسبة باش ذكرنا الحاضرين بالمراحل اللي عشتها القضية ديالنا منذ بداية الاحتلال الإسباني إلى المجهودات اللي قام بها محمد الخامس بداية الاستقلال، ومن بعد الحسن الثاني وتنظيم المسيرة الخضراء والمجهودات اللي كيقوم بها جلالة الملك محمد السادس إلى يومنا هذا بآخر التطورات من بعد الاستقالة ديال الممثل ديال الأمين العام ديال الأمم المتحدة. وبطبيعة الحال كذلك آفاق ديال الحل ديال القضية إن شاء الله في المستقبل. كانت كذلك مواضيع أخرى بالأخص موضوع على التطور ديال الديمقراطية في العالم والمستجد في هذا الميدان، وبالأخص الظهور ديال ما يسمى الآن بالديمقراطية التشاركية اللي أصبحت تتزاحم الديمقراطية التمثيلية. والآن بدون شك على المستوى الأوروبي وغيره كتمخض الأمور باش تعطي شي حاجة اللي يمكن غادي تعطي واحد الأبعاد وآفاق جديدة للديمقراطية. الشكر للاستاذ عبد الواحد الرضي، وكنتمنوا لنا ان تكون لقاء اخر بطبيعه الحال. تحدث الاخ عبد الواحد الرضي على واحد الجانب الاساسي هو الجانب ديال التكوين